برأيك كيف يؤثر ارتفاع مستويات الديون في الصين بشكل مباشر على معدلات النمو محليا، وأيضا توسع الصين في مشروعاتها الخارجية خاصة تلك المرتبطة بمبادرة الحزام والطريق؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. أزمة العقار الصينية وأزمة المديونية تعود ربما الأزمة المالية العالمية 2008-2009 وأزمة القروض العقارية الأمريكية السامة. تأثرت الصين في ذلك الوقت، ولكن بعد 2010 بدأ التعافي. القطاع العقاري في الصين يمثل 25% أو ربع حجم الاقتصاد الصيني، وهذا مهم جدا، ربما ثاني قطاع مهم وأحد الركائز الهامة بعد القطاع الصناعي. لذلك أي تأثيرات سلبية على ذلك تؤثر على النظام المالي العالمي، لأن العدوى التي أثرت على قطاع العقار وعلى الديون المتراكمة والإخفاق في تسديد مستحقات السندات في وقتها كما حدث مع إيفرغراند، لم تستطع أواخر 2021 من تسديد 1.2 مليار دولار وهي مستحقات لاقتراض دولي، وكذلك فشل كمجموعة كل شركات البناء والتعمير والتطوير كمجموعة فشلت في تسديد استحقاقات سندات قيمتها 31.4 تريليون دولار وبقيت غير مدفوعة. هذا أدى إلى هزات كبيرة، انعدام الثقة في قطاع العقارات الصيني. في التقرير ذكر بعض الأمور تتعلق بالسلطات المحلية والحكومات الإقليمية، هذه في الواقع هي أحد قنوات التمويل لشركات تطوير العقار، لأنها تبيع أراضي للشركات و 40% من ميزانياتها تأتي من بيع الأراضي، والآن هذا توقف بسبب الأزمة، وهي الآن في أزمة مالية خانقة أيضا، وهذا يضع الضغوط على الحكومة المركزية على الدولة، حيث بلغت المديونية العامة للصين حوالي 52 تريليون دولار، أي تقريبا أكثر من ضعفي الناتج الإجمالي للولايات المتحدة. طبعا هذا يؤثر على الاقتصاد، تراجع التصدير 7.5% إلى 284 مليار دولار، تراجع الاستيراد 4.5% وتقلص الاقتصاد بشكل عام. الصين اعتادت على نمو اقتصادي بين 2010 و2019 بين 8 إلى 10%، الآن نتحدث عن 3-3.5 أو حتى في أحسن الأحوال في الربع الأول من هذا العام 4.5%، وهذا غير كافي لخلق الوظائف، غير كافي لرفع مستوى المعيشة، وهناك 1.4 مليار نسمة معظمهم بحاجة لوظائف وعمل.